مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نخصص هذه الفقرة لاستقبال آرائكم حول قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بمرشح لها في سباق الرئاسة، وهو المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة الذي استقال من التنظيم للتفرغ للانتخابات. اسمحوا لي أولا أن أرحب بالدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلام الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. دكتور غزلان، تابعنا جميعا المؤتمر الصحفي الليلة الماضية وعلمنا ما قلتموه من دوافع للدفع بمرشح للإخوان في الانتخابات الرئاسية، ولكن هل درست جماعة الإخوان كيف يمكن أن يستقبل الناخب الذي أوصلهم إلى البرلمان في أغلبية ملحوظة؟ هل درستم تأثير مثل هذا القرار على الجمهور الذي ربما يعلم مسبقا أنكم عدتم في قراركم بشأن النسبة التي ستتنافسون عليها في الانتخابات العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الموقف الأخير هذا كان موقفا مفروضا علينا، فالشعب الذي انتخبنا هو انتخبنا حقيقة ليس لكي نتكلم داخل جدران البرلمان ولا لكي نسن بعض التشريعات وما إلى ذلك. الناس في الشوارع يسألوننا انتخبناكم فماذا فعلتم لنا، وهم يشعرون والناس كلها ترى أن أحوال البلاد تتدهور يوما بعد يوم، بل قد تكون هنالك يعني رغبة متعمدة في هذا التدهور. الأمر الذي دفعنا إلى اليقين بأن وجود سلطة تشريعية وحدها إنما هي جناح مقطوع لا يستطيع أن يفعل شيئا على أرض الواقع، ومن ثم كان لابد له من سلطة تنفيذية تسانده وتتعاون معه في تنفيذ برنامجه. السلطة التنفيذية الحالية واضح أن لا تعاون على الإطلاق، بل لعلها تسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات ومطالب الشعب. ومن ثم كان لابد من أن نطلب من هذه الحكومة أن تتنحى تستقيل أو أن يقيلها المجلس العسكري، وخصوصا أنها فشلت فشلا ذريعا. وأوضح مثال على هذا أن 19 لجنة نوعية داخل البرلمان رفضت بيانها بالإجماع، لكن للأسف لا هي قبلت أن تستقيل ولا المجلس راضي أن يقيلها. ومع شعورنا بأن السلطة التشريعية وحدها لن تستطيع إصلاح الأحوال، كان لابد من أن نسعى إلى الحصول على جزء من السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية كما تعلم سيادتك وكما يعلم السادة المشاهدون إنما هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة مرفوض الآن أن تسند إلينا، فكان لابد أن نترشح لرئاسة الجمهورية. طيب ابقى معي دكتور غزلان، أنا معي أيضا الأستاذ بهاء الدين عطية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. أستاذ بهاء، ربما هناك تساؤل قديم حديث لم يجب عنه حتى الآن، لماذا لم يعلن حزب الحرية والعدالة عن هذا المرشح وليس جماعة الإخوان؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بالنسبة يعني لهذا الإعلام، حتى وإن كان قد أتى يعني متأخرا كما يقول البعض، ولكن هذا كان والحمد لله يعني في حسبان حزب الحرية والعدالة، وكنا كذلك يعني نجتمع على قرار واحد، لأن كما قال الأستاذ محمود غزلان الآن بأنه فعلا لابد من سلطة تنفيذية تقوم بتحقيق قرارات مجلس الشعب وتحقيق برنامجه فعلا الذي انتخبنا الشعب له، خاصة ونحن الآن نعيش في فوضى تسببت فيها هذه الحكومة، وكذلك في انهيار في كل مجالات الحياة في مصر، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو صحيا أو تعليميا، دون أن تتحرك هذه الحكومة بتنفيذ برنامج مجلس الشعب. ونحن فعلا يعني كحزب الحرية والعدالة
لنا برنامج آمنا به وقدمناه لهذا الشعب، وبناء عليه انتخبنا هذا الشعب بكل هذه الثقة وبكل هذه الغالبية لتحقيق هذه الأهداف التي تقدمنا بها. ولكن للأسف الشديد وجدنا أن هذه الحكومة عاجزة تمام العجز عن تحقيق هذه الأمنيات وتحقيق هذه الطموحات وهذه الأهداف، مما جعلنا نتقدم بسحب الثقة منها أو إقالتها. طيب يا أستاذ بهاء، أنا ربما قال الدكتور غزلان مثل هذا الكلام، أنا ما أسأل فيه لماذا الجماعة هي التي تعلن عن هذا المرشح بالرغم من أن الجماعة من الناحية القانونية الرسمية هي جماعة لا تزال محظورة، أما حزب الحرية والعدالة فهو حزب سياسي خاض الانتخابات وهو ممثل في مجلس الشعب، لماذا لم يعلن الحزب نفسه عن هذا الترشيح؟ لابد أن تعلم يا أخي الحبيب أن الأستاذ خيرت الشاطر عضو أساسي من أعضاء حزب الحرية، بل من المؤسسين الأصليين لهذا الحزب، ومن حقه كذلك أن يتقدم بالترشيح لهذه المكانة. وأنا الحقيقة يعني لا أدري ما يعني المشكلة وما المعضلة فعلا في أن يتقدم حزب الحرية والعدالة بعد أن قال قراره فيما سبق أنه لن يعني مع احترامي يختار رئيسا منه تماما تقديرا للأحوال التي تعيشها البلاد. ولكن من منطلق المصلحة العامة لهذا البلد ونحن نرى هذا الانهيار، ألا يجوز أن نتقدم بهذا الاختيار لإنقاذ هذه البلاد من هذا الانهيار ونحن معنا البرنامج ومعنا كذلك الأهداف التي أمنا بها والتي من خلالها اخترنا هذا الشعب لكي فعلا نحقق أمانيه؟ الأستاذ خيرت الشاطر وإن كان فعلا نائبا ليعني مرشد العام لإخوان المسلمين، ولكنه كذلك عضو أساسي في حزب الحرية والعدالة، ومن حقه أن يتقدم، بل ومن حق الحزب كذلك أن يختاره لهذه المكانة. ثم بعد ذلك نترك الأمر لهذا الشعب العظيم لكي يختار من يشاء. وأنا لا أدري لماذا يعني هذه الأمور وهذه الحروب الشعواء علينا ليل نهار. نحن لا ننكر على حزب الحرية والعدالة، بل نرى أن ذلك حقا أصيل، أن ذلك حق أصيل لحزب الحرية والعدالة. أنا ما سألت عنه لماذا لم يعلن الحزب نفسه عن هذا الترشيح. سأعود إلى الدكتور محمود غزلان. دكتور، هل تعتقدون في جماعة الإخوان المسلمين أن من يتعامل مع حزب الحرية والعدالة يعني يجب أن يتعامل معه على أنه مرادف مباشر لجماعة الإخوان المسلمين؟ أنت حضرتك قلت أو سألت لماذا لم يعلن حزب الحرية والعدالة هذا الخبر وإنما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين. حضرتك لو تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس كان فيه فضيلة المرشد العام وكان فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، ولو راجعت حضرتك البيان الصادر بهذا بالإعلان عن هذا القرار إنما تجد فيه يعني في ذيله توقيع الاثنين بجانب بعض بالضبط، الإخوان المسلمون والحرية والعدالة. إذا فالحزب الحرية والعدالة أعلن، إضافة إلى أن المهندس الشاطر بإذن الله حينما يجهز أوراقه فإن كما يطلب القانون تزكية 30 عضو من البرلمان، وهؤلاء سوف يكونون من حزب الحرية والعدالة، وحيتقدم أن حزب الحرية والعدالة هو الذي يرشح فلانا الأعني المهندس خيرت لهذا المنصب. إذا يعني المسألة ما فيهاش يعني مشاكل ولا عقد ولا شيء خالص يعني. طيب شكرا جزيلا للدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ بهاء الدين عطية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. سمعنا بعض الأنباء غير المؤكدة أستاذ بهاء عن أن ربما التيار الإسلامي ربما يتفق على مرشح واحد للرئاسة، إلى أي حد يمكن أن نصدق هذه الأنباء؟ هو الحقيقة يعني ما زال الأمر قائما إلى الآن ولم يحسم حتى يعني اللحظة، ولكن طبعا حضرتك يعني إذا يعني حدث هذا نرجو من الله أن يحدث هذا التوافق فعلا لاختيار يعني شخصية إسلامية متوافق عليها،
يعني حتى يعني لا تتثبت فعلا الأصوات الناخبين في هذا الأمر، خاصة وأنت ترى أن بعض الوجوه الإسلامية الأخرى مثل الأخ الفاضل، يعني فضيلة الأخ الأستاذ يعني حازم صلاح أبو إسماعيل، وفضيلة الأستاذ محمد سليم العوة، وفضيلة يعني الدكتورة والأخ عبد المنعم الفتوح. الحقيقة أنا يعني بصراحة أطالب بهذا الأمر، أن يكون هناك توافق فعلا على شخصية إسلامية تمثل التيار الإسلامي وتمثل فعلا حركة تحقيق هذا البرنامج لإصلاح هذا البلد في كل مجالات حياتي. أتمنى هذا الأمر الحقيقة. طيب ابقى معي أستاذ بهاء، سوف نستمع إلى آراء المشاهدين العاديين. معي من الجيزة الأستاذ محمود حسن. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بك يا أخي كريم، كيف حالك؟ بارك الله فيك. هل يمكن بالفعل أن يحظى مثل هذا الترشيح بمصداقية لدى الناخب في الشارع المصري؟ هذا هو بيت القصيد يا أخي كريم. طبعا جماعة الإخوان المسلمين فصيل سياسي هام، شارك في الثورة، التحق بالثورة متأخرا نعم، وخرج منها مبكرا نعم، ولكن يجب أن تتطابق الأقوال مع الأفعال. فيقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الجماعة بدأت عملها السياسي بإنشاء الحرية والعدالة، وقد له غلبة بالكثير، سوف نحصل على ربع مقاعد حوالي 25%، أكثر طموحاتنا هو 30%، ثم ترشحهم عن كل كراسي مجلس الشعب، مخالفين بذلك مبدأهم المشاركة لا المغالبة. ثم بعد ذلك أعلنوا في 10 فبراير وقبل التنحي مبارك بأنهم لم يرشحوا أحد أعضائهم، خوفا من الموقف العالمي كما حدث، وهم أنفسهم هم الذين ذكروا المثال، مثال حماس في بلدنا الحبيب في فلسطين وعزلتها الدولية بعد وصولها إلى الحكم، وأعتقد أنها مثل موقف جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنت تريد أن تقول أنه لو وصل الإخوان إلى رئاسة الجمهورية أو شكلوا الحكومة ربما يجد ذلك اعتراضا إقليميا أو دوليا كما تعرضت حماس؟ هذا هو ما أخشى. جماعة الإخوان المسلمين جماعة وطنية. طيب في الداخل أستاذ محمود، في الداخل يعني هل يمكن أن يحصل مثلا السيد خيرت الشاطر على ما يرجى من أصوات الناخبين في بين الجماهير؟ أعتقد لا يا أستاذ كارم، والسبب هو تأكل مصداقية وثقة الشعب في الجماعة، لأنها تقول شيئا ثم تغيره بعد ذلك، متعللة بأن الظروف قد تغيرت وأن السياسة متغيرة. فإذا كان هذا الأمر صحيح، نعم أنا لا أدافع حكومة الجنزوري، حكومة الجنزوري فاشلة، الأداء السياسي للمجلس العسكري بنفس القدر من الفشل، ولكني أتكلم عن يجب أن يكون المبدأ واحد، يعني التيار الإسلامي يجيء لنا بمبادئ الإسلام وبتعاليم الإسلام، ومن أهم تعاليم الإسلام عدم النقوص عن العهد وعدم الرجوع في الكلمة. طيب شكرا يا أستاذ محمود. الأستاذ محمود حسين من الجيزة. معي أيضا أيمن فريد، مصري من السعودية. أهلا أستاذ أيمن. أهلا بك يا مرحبا. ما الذي تريد أن تشارك به في هذا النقاش؟ حقيقة الموضوع من الألف للياء، أن الإخوان اضطروا كما قال الأستاذ دكتور محمود غزلان حاليا، اضطروا إلى هذا الموقف، ولو وجدوا على الساحة من هو توافقي كما قيل أو كما أعلن من قبل، لما اضطروا إلى ترشيح دكتور خيرت الشاطر، وإن كان هو خير من يمثل هذه المرحلة الآن، لأن كلنا يعلم تاريخ هذا الرجل، وأن المرحلة القادمة ستحتاج إلى عقول اقتصادية بالدرجة الأولى للنهضة بهذا البلد بعد أن خربتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة. طيب يعني أنت لا تنكر على جماعة الإخوان المسلمين أن تعرض مرشحا لها، لأنها لم تجد على الساحة من هو مناسب لمثل هذا المنصب؟ يا أخي الكريم، هذه الحين حزب الحرية والعدالة حزب أغلبية بالتوافق مع حزب النور، فكيف بالله عليك يكون حزب أغلبية ولا يستطيع أن يشكل حكومة، أو لا يستطيع أن يسير حكومة بالدرجة الأولى؟
فبديهي او ربما تماما. ربما المشكلة أستاذ أيمن، المشكلة تكمن في أن الانتخابات جرت قبل كتابة الدستور الذي سيوضح النظام الذي يمكن أن تسير عليه مصر. الإعلان الدستوري لم يمنع مجلس الشعب أو الأغلبية من تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة تنفيذية تستطيع تولي أمور البلد اللي تعبر بها إلى الانتخابات الرئاسية. هو لم يمنع ولم يؤيد، طيب ولكن عدم المنع موجود. فبالتالي الأولى أو الأحرى بمن يقومون على أمر هذا البلد أن يخلوا بين السلطة التشريعية المنتخبة من الناس وبين البرنامج الذي رسمه الحزب لنفسه للوصول بهذا البلد إلى بر الأمان وعدم طيب التهديد والتلويح بالقوة وإلى آخره. طيب شكرا شكرا أستاذ أيمن فريد، مصري يعيش في السعودية. أعود بالرأيين إلى الأستاذ بهاء الدين عطية النائب في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة. أستاذ بهاء، طبعا الأستاذ أيمن يؤيد موقف جماعة الإخوان المسلمين، لكن المشاهد محمود حسين تحدث عن تآكل مصداقية الإخوان المسلمين. ربما أستطيع أن أضيف أن الانتخابات النقابية التي تلت الانتخابات العامة في مصر أظهرت ولو جزئيا مظهرا من مظاهر فقدان هذه المصداقية. بماذا ترد؟ حقيقة أنا يعني أحترم رأي الأخ، ولكن أعارضه على كلمة أنها يعني حضرتك في عهدها وخالفت مبادئها. وأنا وآتى يعني بعض الآيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وأنا أذكر الأخ الفاضل بقول الله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث صحيح: من أقسم على شيء ثم وجد خيرا منه فليحلف في يمينه وليفعل ما هو خير. ولنا كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرة الحسنة في صلح الحديبية، أن رجع كذلك من يعني خطواته وكان يريد أن يؤدي يعني عمرة يعني القضاء، وجاءت قريش ومنعته وتنازل حتى عن صفته وتنازل كذلك عن بعض يعني حقوقه ففتح الله عليه. ليس هذا الأمر الذي قمنا به محترم من طلق قرآن أنزل، لابد محترم أن يعني نكون فيه بحذافيره. نحن وجدنا أن مصلحة البلد وخاصة في المرحلة الآنية أو الحالية والمرحلة القادمة لابد أن نتقدم لأجل مصلحة هذا البلد بهذا الترشيح. رجل والحمد لله يمتاز فعلا يعني والحمد لله بحسه الاقتصادي والسياسي تماما، ومنظور له قاعدة شعبية عريضة في كل يعني كهوف ونجوع وعزب وقرى ومدن ومناطق ومحافظات الجمهورية من خلال جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال حزب الحرية والعدالة. أنا الحقيقة أقول الأخ الفاضل: لم نغير مبادئنا، لم ننقص في عهدنا، بل الأمر الذي نؤمن به هو أمر هذا البلد والنهوض به في كل مجالات حياته. ونحن نرى بلادنا وهي تنهار اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وهناك انفلات طيب في كل شؤون الحياة. طيب ابقى معي أستاذ بهاء، سوف نأخذ رأي مشاهد آخر، الأستاذ أحمد علي من الإسكندرية. أهلا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. والله يعني أنا الأخ شاطر يعني كإنسان مصري، أنا ما فيش أي اعتراض، لكن كجماعة إخوان مسلمين، تعال بقى نجيبوا تاريخ الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين أول من سن في الإسلام باسم الإسلام الاغتيال، وقاموا باغتيال النقراشي، ورجال النقراشي في الجنازة طلبوا برأس البنا في 12 فبراير. السادات هم اللي من رحم الإخوان اللي اغتالوا السادات. الإخوان ليس لهم ان يعني انا في انتخاباتي، ولكن الاخوان ايضا استاذ احمد هم الذين تقدموا في هذه الانتخابات العامه، هم الذين حازوا الاغلبيه باصوات الشعب. استاذي في فرق بين انتخابات وفي فرق بين انتخابات خليتها انتخابات دينيه. يعني انا عندي جهل امي في قلب مصر ازيد من 30%، لما يتقال للمسلم دي هتبقى المسيحيين هياخدوها. انا كنت في
انا كنت مراقب الانتخابات وشفت اللي حصل في الانتخابات، ولكن تصور حضرتك لو انتخابات اعيدت النهارده صعب ان ياخدوا الكميه دي. اخر الاخوان داخل طيب مجلس الشعب ما بين 80، نحن لسنا بصدد تنبؤات استاذ احمد، نحن نتحدث عن واقع الان. هم حزب الاغلبيه برغم أننا قد نختلف أو نتفق معهم في سياساتهم، قد نتفق أو نختلف معهم في أولوياتهم، ولكن هو حزب الأغلبية بانتخابات شعبية قيل إنها نزيهة. بص السيد الفاضل، الإخوان يعني طول عمرهم عينيهم على الكراسي، بمعنى إن أيام الحزب الوطني كانوا بيتحدوا مع الحزب الوطني ضد المستقلين، ودي اتفاقيات معروفة عن الإخوان. أدي الإخوان المبدأ لا يتجزأ، المبدأ لازم يكون ثابت. طيب مبدأ ثابت عندي الإخوان. لا طب ما أنا أقول لحضرتك حاجة، الأخ الدكتور حمدي حسن اللي هو كان متحدث بتاع الإخوان ده كان ضد في الانتخابات، في يوم من الأيام قال لك بالنسبة لإسرائيل أنا أحط إيدي في إيد إسرائيل، وبعدين يرجع يقول لك لا المسيحيين مش عارف إيه. فالإخوان لا، الإخوان مفيش المبدأ، يعني سوري أنا بحب الجزيرة يبقى هفضل احب الجزيرة، بكره الجزيرة يبقى بكره الجزيرة، لكن الاخوان لا، الاخوان النهارده يحب الجزيرة بكره لو مصلحته مع امريكا. طيب طيب شكرا كويس. شكرا جزيلا للاستاذ احمد علي من الاسكندرية، معي احمد حمدي من القاهرة. اهلا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا بحب الاخوان المسلمين وبحب فكرهم وبحب اشخاصهم وليه علاقة شديدة بمعظم أشخاصهم، إنما المبررات اللي قالتها الإخوان على ترشيح المهندس خيرت الشافعي وهو إنسان فاضل غير مقنعة بالمرة. الإخوان بيستميتوا في وضع الدستور لأن هم عايزين يعملوا شبه برلمانية تمهيدا إلى أن بعد 4 سنين تبقى دولة برلمانية كاملة. معنى هذا الكلام الدولة سلطاته هتبقى محدودة، وهم دلوقتي بيتضمنوا من حكومة معروف انها حكومة انتقالية فبالله 60 يوم، وبعد كده هم هيشكلوا الحكومة وهياخدوا السلطات التنفيذية. ايه علاقة هذا الامر كأنهم استفزوا فجأة، ايه علاقة هذا الامر بترشيح مرشح منهم ومخالفة القرار بتاعهم وعمل البلبلة اللي موجودة في صدور الناس الآن، بجانب ان كان في مرشح جاهز منذ البداية الدكتور عبد المنعم الفتوح، ده في ارشاد الإخوان من 25 سنة، وهو عنده 28 سنة وهو في مكتب الإرشاد، يعني بيحمل نفس الأفكار وبيحمل نفس النهج وله كاريزما طيبة جدا وله قبول عند الليبراليين والعلمانيين ورجل صادق. انا مش بنعمل له دعايه لان الاخوان كلهم ناس طلاق، فانا متعجب. طيب وليس لهذا الامر من تفسير الا ان فيه فئه او شله بتحكم الاخوان طيب ولاهم لبعضهم. طيب شكرا شكرا جزيلا للاستاذ احمد حمدي من القاهره، معي ايضا الاستاذ حسيب الصاوي من شبرا الخيمه. اهلا استاذ حسيب. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ اتفضل. والله حضرتك بالنسبه لموضوع ترشيح الباشمهندس خيرت الشاطر في كم نقطه كده عايزين نوضحها، يعني ان العلاقه بين المجلس العسكري والاخوان دلوقتي علاقه سيئه جدا. رقم واحد. رقم اثنين، حكومه الجنزوري اول ناس وقفت دعمتها وسندتها وقفت بجانبها الاخوان المسلمين، والوقت اللي كان باقي القوى الاخرى بترفضها. بالعكس لما الدكتور جنزوري جه القى بيانه الاخوان سقفوا له اكتر من مره وعملوا له جامد، ولما الحكومه فشلت كان واجب ان المجلس العسكري يشيل، المجلس العسكري اضطر ان هو إن الحكومه تستمر. الاخوان خايفين يسلموا البلد ورقه محروقه او سياسه الارض المحروقه زي ما بيقولوا. فنتيجه الضغط المتراكم من الشارع عليهم ونتيجه الضغط المتراكم من المجلس العسكري اظن ان هم لجؤوا لفكره ان يكون لازم يكون لهم ممثل حقيقي في الرئاسه، لان مجلس الشعب ان كانوا فعلا معاه فهو مهدد بالحل زي ما طلع كلام ان مجلس الشعب ممكن يحل عن طريق المجلس العسكري بعد اللجنه التشريعيه او غيره. نعم.
اذا فكره ترشيح الدكتور خالد الشاطر او المهندس خالد الشاطر، لا حد فينا يختلف ان هو دماغه من الناس اللي تفكيرها عميق ورزين وقراراته بتاخدها عن تامل وعمق. طيب. ولكن في وجود الدكتور عبد المنعم والفتوح في ازمه عندنا، والدكتور حازم الاستاذ حازم صلاح، الخوف من تفسيط اصوات الاسلاميين. طيب شكرا شكرا جزيلا الاستاذ حسيب الصاوي. اعود بهذه الملاحظات الى الأستاذ بهاء الدين عطية، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. ما الذي تقوله للمشاهدين أستاذ بهاء؟ ما علاقة الواقع الذي تتحدثون عنه بترشيح شخص لرئاسة الجمهورية؟ أنتم دعمتم حكومة الجنزوري، كنتم الوحيدين في المجتمع المصري الذين دعمتم الجنزوري، بينما كانت هناك قوى سياسية كثيرة في الشارع ترفضه، لماذا الآن؟ يا سيدي الفاضل بارك الله فيك، احنا دعمنا يعني حكومة الجنزوري، وكنا نأمل أن تقوم فعلا بكل صلاحياتها، حيث أن الجنزوري قال في بداية استلامه هذه المكانة أن عندي صلاحيات رئيس الجمهورية وأنني سأقوم فعلا بهذا الإصلاح بكل ما أملك، وأخذنا نراقبه. للأسف الشديد يزداد يوما بعد يوم فشلا وفسادا وانهيارا في سياسة حكمه أو سياسة حكومته، وهذا ما ترونه واضحا ليل نهار ويراه الشعب في كل مجالات الحياة. أنتم كما يقول الأستاذ أحمد حمدي، أستاذ بهاء، من 3 أسابيع فقط صفقتم كثيرا للدكتور الجنزوري في ودعمتم بقاءه، من 4 أسابيع. كيف هذا ونحن عندما ألقى يعني بيانه اعترضنا عليه اعتراض قبل هذا البيان مباشرة صفقتم لحكومة الجنزوري ولوزير الداخلية ودعمتم الحكومة قبل هذا البيان مباشرة؟ من قال أننا صفقنا يا أخي الفاضل؟ نحن اعترضنا على سياسة وزير الداخلية الأمنية، حيث الانفلات الأمني في كل مجالات الحياة، وحيث فعلا أصبح المواطن لا يأمن في بيته ولا في طريقه ولا في عمله ولا حتى في كل شؤون حياته. اعترضنا على هذا الأمر، اعترضنا على الجنزوري، وكانت فعلا كانت جلسة ساخنة بيننا وبينهم. كيف يقال أننا صفقنا له؟ لم نصفق له. طيب أستاذ بهاء، أستاذ بهاء، لماذا لم تدعموا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو رجل إخواني من ربع قرن؟ بالنسبة للأخ عبد المنعم أبو الفتوح، له طبعا يعني حضرتك شأن يعني خاص، على أساس أنه كان طبعا من رجال يعني الجماعة، وكان من المقربين كذلك في مجلس يعني إرشاد الجماعة. طبعا كانت الجماعة تأخذ القرار بعدم تقدم أي يعني إخواني للرئاسة، وفجأة هو تقدم وأخذ القرار بفصله كما تعلم. نعم. أما هذه الأيام التي فعلا اتخذت فيها الجماعة القرار نظرا لتغير الأحوال المفاجئة تمام حضرتك، ولشدة المرحلة التي نعيشها، وعدم فعلا وقوع البلاد في انهيار وفوضى يعني مطلقة، تقدم فعلا حزب الحرية والعدالة بانتخاب وترشيح الأستاذ خيرت الشاطر من منطلق تحقيق المصلحة العامة لهذا الشعب. وأنا لا أدري والله لماذا هذا الزخم من هذه يعني حضرة الكلمات والمعارضة. الأمر الآن لهذا الشعب العظيم، نحن اخترنا خيرة الشاطر، سواء ان احنا لم نقف مع بيع الفتوح ووقفنا الآن مع خيرة، نترك الكلمة والحكم لاختيار هذا الشعب، ونحترم اختياره ونحترم كلمته. نحن ننظر يا أستاذنا الفاضل إلى مستقبل هذا البلد بكل ما نملك من صدق الوطنية وصدق كذلك الانتماء والولاء وتحقيق المصلحة العامة والريادة كذلك والقيادة لهذا الشعب في كل مجالات حياته، سواء محليا طيب. أو كذلك عالميا. هل تسمح لي أستاذ بهاء أن نستمع إلى رأي آخر من الأستاذ محمد منجد من بني سويف؟ أهلا أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم أهلاً السلام وسهلاً. أهلا وسهلا. أولا تحياتي للأستاذ بهاء الدين سيادة النائب عن عضو مجلس الشعب، كلامه بصراحة كان كلامه جميل جدا. لماذا تريد أنت أن تشارك؟ أنا بالنسبة لترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، والدعم من الإخوان المسلمين وإعلان الإخوان المسلمين عن ترشح المهندس خيرت الشاطر
انا وجهه نظري بس، انا مش اخوان مسلمين ولا ضمن اعضاء حزب الحريه والعداله، انا من شباب الثوره من محافظه بني سويف، وكنت مرشح سابق لقضيه مجلس الشعب، وشايف ان قرارهم ده قرار صائب وقرار سليم كحزب زي حزب الحريه والعداله، حزب قوي من حقه ان هو يدعم مرشح ويقدم مرشح للرئاسه. انا عارف ان كل الناس هتقول طب ما الاخوان المسلمين قالوا ان هم مش هيقدموا مرشح للرئاسه، هرد عليهم لو انا راجل سياسي الظروف بتتغير. وبعدين المهندس خيرت الشاطر هو راجل كان ليه يعني خبره كبيره جدا في البنوك الاسلاميه، انا شايف ان حزب الحريه والعداله عاوز يقدم الكثير لمصر، فمن حقه ان هو يكون عنده ضمانات. يعني في اشاعه طلعت اليومين اللي فاتوا عن ان هم هيرشحوا سعد الكتاتني، الدكتور سعد الكتاتني لرئاسه الجمهوريه. بعديها بفتره فوجئنا بموضوع المهندس خيرت الشاطر. انا بعتبر ان ده ذكاء من حزب الحريه والعداله ان هم احتفظوا بالدكتور سعد الكتاتني، وهو راجل محترم، وانا بصراحه شهاده بقولها لكل الناس ان هو الراجل ما شفتهاش منه حاجه وحشه. رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، احنا شايفين ان مجلس الشعب محترم، وانا كنت مترشح قبل كده في الانتخابات وانا راضي عن النتيجه. يعني انت استاذ محمد ترى ان ترشيح جماعه الاخوان المسلمين او تسميه سياسياً مرشح سياسيا هو قرار سليم، سياسيا هو قرار سليم وصائب لحزب الحريه والعداله، ويعني احنا ما شفناش منهم حاجه وحشه. طيب. يعني طيب. شكرا شكرا للاستاذ محمد منجد من بني سويف. معي ايضا الاستاذ محمد صديق مصري في الدوحه. اهلا استاذ محمد. اهلا بك استاذ كارم. تفضل. الحقيقه احنا يعني كنا من اشد المتعاطفين مع جماعه الاخوان المسلمين في ايام نظام المخلوع يعني. لكن للاسف يعني دلوقتي بنشهد نفس السلوك اللي كان بيسلكه الحزب الوطني في انهم يقودوا البلاد بهذه الطريقه، نفس الاسلوب ونفس المسلك الحين يتبعه الاخوان المسلمون. يعني كان من الاولى بهم ان يعني يسيروا مثل ما يقول القوى السياسيه كلها جميعا انهم خلاص لن يرشحوا احدا لرئاسه الجمهوريه. ولكن كما قال من قبلك استاذ محمد، الاستاذ محمد منجد قال انه السياسه تستدعي ذلك. والله يا أخي كل المبررات التي صيغت كلها يعني لا تقنع وغير مقنعة بالمرة، وما أرى فيها إلا بس غطاء للشعب المصري، والشعب المصري يعني يدرك هذا، يعني يدرك أن كل هذه الأسباب غير مبررة، ونحن لا أدري ماذا يجري بين العسكري وبين على الإخوان. على أي أساس تتحدث باسم الشعب المصري ككل إلا أستاذ محمد؟ يعني أتحدث باسمي أو يعني أو أرى ما يقوله الناس في الفيسبوك وما يقوله في الميديا. أرى أن معظم الناس يعني تقول هذه أسباب غير مقنعة، يعني كلها أسباب واهية، ونحن طيب. الآن يعني أصبحنا يعني في سبيل حزب وطني آخر. طيب شكرا جزيلا للأستاذ محمد صديق. أعود مرة أخرى وأخيرة إلى الأستاذ بهاء الدين عطية عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة. أستاذ بهاء، يعني بماذا ترد على من يقول أنه حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين ككل بدأت تسفر عن وجهها الحقيقي وهو وجه سياسي صرف، بعد أن كانت تقول أو تحاول تسويق أنها جماعة دعوية في المقام الأول، لكنها الآن بدأ على الأقل تكشف عن طموحاتها السياسية؟ بارك الله فيك يا أستاذ من فضلك. أنا أقول لحضرتك يعني بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين تؤمن بأن الإسلام دين شمولي شمل كل جوانب الحياة، سياسيا واقتصاديا ودعويا واجتماعيا، كل جوانب الحياة، لأن هذا الدين كما قال لنا يعني ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا نؤمن بهذا. فالسياسة وإن كانت فعلا جزء من دعوتنا ونكرس لها كذلك يعني مكانتها وحقوقها، فنحن نسعى من خلالها فعلاً لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وكذلك للقضاء على كل صور الفساد في كل مجالات وجوانب الحياة. هذا الأمر، ولذلك نحن تقدمنا لهذا الحزب والذي يسمى بالجناح السياسي للجماعة، وهذا الأمر لا يعترضه لا مع مبادئنا ولا مع ديننا ولا مع عقيدتنا. الأمر الآخر بالنسبة للأخ الفاضل الذي قال بأن هذه الجماعة كشفت عن وجهها وهذا الحزب، وهو نفس يعني سلوك الحزب الوطني، أقول له فرق شاسع بين النور والظلام.
هذا الحزب أتى بانتخاب هذا الشعب انتخابا ديمقراطيا سليما صحيحا، حيث خرج كل أبناء هذا الشعب بكبارهم وصغارهم وشبابهم وشيوخهم ومرضاهم، وانتخبوا هذا الحزب انتخابا فعلا حرا ديمقراطيا يليق بمقام المرحلة التي نعيش فيها ومرحلة المستقبل الباهر إن شاء الله. وأنا أقول لهذا الشعب أبشر بالخير آت بإذن الله. الأمر الثاني أن الحزب الوطني كان ينتخب بالتزوير جهارا نهارا، وكانت له هذه الأجندة. واسأل هذا الشعب، واسأل عن ماضي ذلك الحزب الفاسد البائس الذي ما زلنا نعيش تحت مظلة الدمار والخراب الذي تركه لنا. أيها الأخ الفاضل، أنا الحقيقة أقول لك بأن مع احترام حضرتك حزب الحرية والعدالة يسير على خطى ثابتة، يسير على مبادئ كريمة، ويقوم فعلا في تنفيذ هذه المبادئ بكل ما يملك لتحقيق النهضة الشاملة لهذا الشعب ولهذا البلد الكريم مصر الحبيبة. وأنا أقول لشعب مصر أبشر وقائم لأجل المستقبل آت لهذا البلد شكرا يليق بمقام أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره إن شاء الله. شكرا للأستاذ بهاء الدين عطية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. نشكر كل من شارك في هذه الحلقة، ونشكر كل من تابعنا، وإلى اللقاء.